والآن أدعو معالي السيد محمد أنيس ماتا نائب وزير الخارجية بجمهورية إندونيسيا لإلقاء كلمته، فليتفضل. صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أصحاب الفخامة والمعالي والحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باسم فخامة الرئيس الإندونيسي برابو سوبيانتو وأعضاء الوفد الإندونيسي، أشكركم صاحب السمو الملكي على دعوتنا لحضور هذه القمة المباركة والتي يأتي توقيتها دلالة على خطورة الظروف والمرحلة التي نواجهها. كيف لا وكلنا شهود على هذه المجازر البشعة وتلك الإبادة الجماعية الهمجية لأهل غزة وفلسطين، لأطفال فلسطين، لنساء فلسطين. وهل سنكون شهودا على موت الضمائر الإنسانية والنخوة الإسلامية إلى جانب هؤلاء القتلى والجرحى بسبب صمتنا وعجزنا؟ هذه القمة غير العادية جاءت كما نعتقد استجابة للتحدي الوجودي لنا جميعا من خلال تنسيق الرد الجماعي من المنظمتين العربية والإسلامية، والتي تمثل ما لا يقل عن 2 مليار مسلم، من أجل تحرير فلسطين بكل ما نملك من قوة وموارد. فإن إسرائيل بقيادة نتنياهو ومعه حلفاؤه اليمينيون المتطرفون لا تعرف غير لغة القوة والبطش والسراسة، ما جعلت قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية حبراً على ورق. ومن هنا نقول إن على القمة أن تخرج بتوصيات وخطوات عملية تحمل في طياتها روح الرد الجماعي في مواجهة العقاب الجماعي. وفي هذا الإطار نقترح هذه الخطوات التالية إلى جانب المقترحات التي تم تقديمها من إخواننا الأشقاء. أولاً، تكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية لإنهاء الحرب في غزة ولبنان، ومنع كل محاولات التصعيد من كل الأطراف لجر المنطقة إلى حرب إقليمية لا يمكن التحكم في مسارها. ثانياً، تعبئة الشعوب الإسلامية التي تعتصر قلوبهم معاناة إخوانهم المضطهدين للمشاركة بكل ما يملكون في دعم نضالهم من أجل الاستقلال، وفتح كل القنوات الرسمية والسبل المتاحة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى فلسطين. ثالثاً، إحداث موجات من الدعم العالمي لاستقلال فلسطين من خلال توسيع التحالفات العالمية لتشمل الجنوب العالمي وجميع الدول المساندة لاستقلال فلسطين، واعتبار كل أشكال المقاومة من كل الفصائل الفلسطينية في نفس الوقت حقاً قانونياً أزلياً لكل شعب مستعمر وليس إرهاباً، والضغط على كل المؤسسات الدولية لعزل إسرائيل وإلغاء عضويتها من الأمم المتحدة. ويجب ألا تذهب جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني من غير معاقبة. رابعاً، مواصلة قتل العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع إسرائيل وكل الشركات المتصلة بالصهيونية العالمية، وإنهاء كل المشاريع الإسرائيلية الجارية داخل دول الأعضاء، وفي المقابل زيادة حجم التبادل التجاري بين دول أعضاء منظمتين العربية والإسلامية، خاصة في المنتجات التي تمت صناعتها في الدول العربية والإسلامية.
خامسا رفض كل محاولات التطبيع وإعادة النظر في العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل تماشيا مع مبادرة السلام العربية. إندونيسيا ذلك الشعب الذي ولد من رحم العالم ذاق من مرارة الاستعمار والاضطهاد والعنصرية وحتى الإبادة الجماعية لا لسنوات ولا لعقود بل لقرون، ومعظم الشعوب العربية والإسلامية كذلك. ففي هذه الآلام التي أعانى منها الشعب الفلسطيني نقول: كلنا فلسطين، كلنا فلسطين، كلنا فلسطين. وأمام صمود وإباء الشعب الفلسطيني نقول: لا معنى لحريتنا واستقلالنا إن لم تكن فلسطين حرة مستقلة، فهي عندنا أمانة دستورية وفريضة إسلامية وضرورة إنسانية. رحم الله شهداء فلسطين ورزق أحياءهم دولة حرة مستقلة عاصمتها القدس الشريف، ورزقنا الله فرصة الصلاة في المسجد الأقصى وعقد القمة القادمة فيها إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكر معالي السيد محمد أنيس ماتا على كلمته.